بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى قناتي. كيف حالكم أيها الطلاب والطالبات الأعزاء؟ أتمنى أن تكونوا جميعا بخير وفي أفضل حال وصحة جيدة إن شاء الله. اليوم سندرس اللغة العربية للسنة الخامسة، الوحدة الرابعة، تحت الموضوع هيا نتسوق في الإنترنت. جوم كيتا شوبينغ دي إنترنت. اليوم سنمارس مهارة القراءة للكلمات، هيا معي. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، قبل أن ندرس في هذا اليوم هيا نتعرف على معيار التعلم المطلوب. أولا، أنتم تقدرون على قراءة الأسماء في الجملة مع تعيين الأسماء الظاهرة المحددة، وثانيا أنتم تقدرون على قراءة الأفعال في الجملة مع تعيينها ماضيا ومضارعا وأمرا. أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، الآن هيا نقرأ الكلمات في الجمل، هيا نقرأ معا. التجارة الإلكترونية مشهورة لدى الجميع. التجارة الإلكترونية مشهورة لدى الجميع. هناك ترويج رائع وتخفيضات كثيرة كل يوم. هناك ترويج رائع وتخفيضات كثيرة كل يوم. سعر البضائع في الإنترنت مناسب ورخيص جدا. سعر البضائع في الإنترنت مناسب ورخيص جدا. التجار يعلنون منتجاتهم في المواقع التجارية. التجار يعلنون منتجاتهم في المواقع التجارية. على الزبائن تسجيل الحساب في الموقع التجاري. على الزبائن تسجيل الحساب في الموقع التجاري. التسوق في الإنترنت يسهل الأمور ويوفر النقود. التسوق في الإنترنت يسهل الأمور ويوفر النقود. يشتري الزبون اللوازم اليومية في المواقع التجارية. يشتري الزبون اللوازم اليومية في المواقع التجارية. يرسل التاجر عمر الطرد إلى شركة البريد السريع. يرسل التاجر عمر الطرد إلى شركة البريد السريع.
يسلم ساعي البريد الطرد إلى الزبون بعد 3 أيام. يسلم ساعي البريد الطرد إلى الزبون بعد 3 أيام. يتسلم الزبون المصقبة ولكنه معطل. يتسلم الزبون المصقبة ولكنه معطل. يتصل الزبون بخدمة العملاء ويطلب استرجاع النقود. يتصل الزبون بخدمة العملاء ويطلب استرجاع النقود. يرجع التاجر النقود عن طريق التحويل البنكي. يرجع التاجر النقود عن طريق التحويل البنكي. الحمد لله، قد انتهينا من قراءة الكلمات في الجمل. الآن هيا نلاحظ الكلمات التي قرأناها في الجمل. التجارة، التجارة. التسوق، التسوق. ترويج، ترويج. تخفيضات، تخفيضات. مناسب، مناسب. التجار، التجار. الزبون، الزبون. الزبائن، الزبائن. الآن هيا نلاحظ الأفعال التي قرأناها قبل قليل. يرجع، يرجع. يتصل، يتصل. يتسلم، يتسلم. يسلم، يسلم. يرسل، يرسل. يشتري، يشتري. طيب أيها الطلاب والطالبات الأعزاء، الآن هيا نمارس النشاط. اقرأ الجمل الآتية ثم عين الاسم الظاهر وهي فقط والأفعال فيها من ماض ومضارع وأمر. كيه، طيب تعالي معي يا كريستينا، تقدمي إلى الأمام. أوكي، اقرأي الجمل. طيب يا أستاذة. تسلمت المعلمة طرودها بالأمس. المعلمة اسم، تسلمت الفعل الماضي. ممتازة يا كريستينا، أحسنتي. يا أخي، تأكد من وصول الطرد اليوم. أخي اسم، تأكد فعل أمر. أحسنتي يا كريستينا، ممتازة، مبارك لك. يتسوق آلاف زبون في المواقع التجارية. زبون اسم، يتسوق
فعل مضارع يا أستاذة. ممتاز، ممتازة يا قس، ممتازة يا قسطينة، أحسنتي. يلا اقرأ اقرأ. يا أمي اشتري هذه الثلاجة. أمي اسم، اشتري فعل الأمر. ممتازة أنتي، أحسنتي يا كريستينا. اتصلت المستهلكة بخدمة العملاء. المستهلكة اسم، اتصل فعل ماضي. ممتازة أنتي، أحسنتي يا كريستينا. شكرا يا أستاذة. الحمد لله، فاكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله سنلتقي مرة أخرى. وأخيرا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة وإلى اللقاء. على المشاهدة، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لي لأستمر بنشر المزيد إن شاء الله. مع السلامة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.